بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا، وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا، فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا، واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى، وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا، ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا، ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته، فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض، وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار، ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على صفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي، أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور، بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح
والحبيب العربي. أنت أم أم آب؟ ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا، من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حصر وعدد، لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. إننا نرجو إلى رأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا، وهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما، لاح نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب، أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح، ونادى مناد في السماء والأرض: ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا، وزاد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا،
فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة، وأمنت به من المخاوف الكامنة، وظهرت لانتقال نوره الآيات، وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى، وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا. وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى، ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا. وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى، وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا، واصطفت الملائكة منزلها في صفر، فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا. فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا، ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة، وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة، وحان بروز شمس السعادة، تلألأ الحق نورا أضاء، ونشرت له في الكون علام الرضا. وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهبى، فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا، فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، ولد الحبيب سيد المتعبدون، والنور من وجناته يتوقد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، جبريل نادى فيما نصة حسنه، هذا ماليح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، هذا كاحيل الطرف هذا المصطفى، هذا جزيل الوصف هذا سيد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، هذا جميل النعت هذا المرتضى،
هذا ماليح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد تنج الخلائق من جهنم في غادي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غادي قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غادي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو والجاه العظيم الأزياد يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غادي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناحى طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غادي وروي أن أمينة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن أمينة رضي الله عنها قالت لما وضعته صلى الله عليه وسلم مددت عيني لينظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن عيون الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي فأن وجوههم قمار وفي يد أحدهم بريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا فيها خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل ابني وناب له لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق سبع مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام وارتج إيبان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وغاضت بحيرة سابة
وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة، ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب، وانبلج صبح الحق، وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم، ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون، وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون، فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه، فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله، فانقلب انقلاب صاغر، ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك بدوا حزنا وتألما، وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن الحويرث: ما له قد أكثر التنكسا، إن هذا لأمر حدث وأنشد، وقلبه يسلى بالنار. اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب، تنكست مقلوبا فماذاك قل لنا، فمن حزننا قد دارت العير بالسحب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب، وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا فما أنت في اللوثان بالسيد الرب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. ونار جميع الفرس قد خمدت له، وقد بات شاه الفرس في عظم الكرب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فيا لقصين ارجعوا عن ضلالكم، وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. قال ابن إسحاق: لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب، ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب، ما سميت ابنك؟ قال: سميته محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالوا: قد رغبت عن أسماء آبائك،
قال رد ويحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما منى رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج وجهك الله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريلا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج فزمن قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محب من رأين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج رب وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول
أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في هذا الشهر. فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك، ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذمي، فقال: لا تحزن، فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي، وأنا أنتظر إنجاز وعدي، وصحب المدامع قد جرت على خدي، وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح، فقد زال صدى قلبي، إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه، طيب الرائحة، عظيم الهيبة، أزج الحاجبين، سهل الخدين، إذا تكلم فعليه البهاء، وإذا صمت فعليه الوقار، حلو المنطق، إذا طلع تقول: هذا البدر المنير، وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر، ما أحسن وجهه وما طيب رائحته. فأردت أن أقبل يديه، قال: أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففتح يديه وعانقني، ثم قال: هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقا. فقلت له: من هؤلاء؟ قد زوجتي وابنتي. قال: فدخلتا وهما تقولان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال لهما: كيف إيمانكما؟ قالتا: رأيناه كما رأيت رأي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال: فمات الرجل في الوقت، وفي الغد ماتت ابنته، وفي اليوم الثالث ماتت زوجته، رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله ولي، الله ولي نعم الولي، صلوا على هذا النبي محمد. أحيا ربيع القلب شهر المولد، كل الأنام بذكر مولد أحمد. جاءت لي مولده الشريف بشائر، وخواريق الأدات
ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحساد البدر شق بأمري والشمس إذ قربت له ردت بغير تردد الله والي الله والي نعم الوالي صلوا على هذا النبي محمد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي ومن اليسير سقاوة أطعم جيشه حتى اكتافوا ويسيروا ولم ينفدي يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائقتي من جهنم في غدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غدي قد حلى بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي إني نازلك والنازل لديك يا خير الأنام بكل خير يقتدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي الله والي الله والي نعم الوالي صلوا على هذا النبي محمد وعلى صاحبتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي
النبي محمد ننجي الخلائق من جهنم في غدي. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات، وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتغفر لنا بها جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع، وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء، وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيدنا من عذاب القبر، وتؤمنا من الفزع الأكبر، وتنجينا عن دار البوار، وتسكننا الفردوس من دار القرار، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين، آمين.